يا رجاله، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ خلينا بقى نتكلم في الفيديو عن الايفنت بتاع الاي او سي وعن الايفنت بتاعت اكزوتكس درايفر. دلوقتي انا ابتديت الانستجرام عادي خالص على الله، تمام. قلت ايه؟ نفتح انستجرام ونبسط مع بعض، تمام. كنت ببسط مع الايه، مع ال 1000 2000 5000. لما وصلت 10000 قلت يا نهار ابيض. وكانت الناس اللي معانا في ال 10000 دول كانوا على قد ايه؟ على قد الحافك مد رجليك. فالموضوع كبر خلاص. ما كانش عندي هدف وانا بفتح الانستجرام غير ان احنا نبسط وخلاص، وعلى الناس اللي هم بتوع المرغني يعني، فاهم. دلوقتي بقت الجمهوريه كلها، وفي كمان بلدان جنب مصر كمان بتتفرج وكده يعني. فموضوع ففي حد قال لك نعمل ايفنت، فقلنا يلا نعمل ايفنت. عملنا الايفنت بتاع الساحل، وكان عباره عن هيلبو يعني، الله يكرمهم، جابوا القناش، حطينا العربيات، الناس بتوع الماسة اللي هم بتوع مدينة العالمين الجديدة ادونا الأرض بس كده. روح، وقلنا للناس في ايفنت، أخدنا العربيات ورحنا الأرض وفرشنا عربيات، والناس جت اتصورنا وبسطنا، وهي النور قفل يعني، الشمس نزلت، ما كانش فيه نور أصلا يعني، ما كانش فيه لومات جوه. فمشينا بعد كده ايه، جت الاي او سي قالت لي انت في الجامعة وبتاع، كنت في الجامعة يعني، ففي عندنا حاجة اسمها يعني ليه اسم كده، فاحنا عايزين نعمل ايفنت معاك وبتاع. طبعا انا كنت مبسوط قوي، حاجة كمان شخصية ليا ان انا يعني الجامعة تعمل لي ايفنت، ده بالنسبة لي كان حاجة كويسة. فعملنا الايفنت بتاع الجامعة، طبعا كان ولا كأنه حفلة، كان في ستيج، كان في كراسي الناس تقعد، ما كانش فيه في الساحل كراسي الناس تقعد عليها، كان في حمامات، ما كانش فيه في الساحل حمامات، كان في بانرات، كان في بتاع، وكان في طبعا اللايت والساوند انتوا شفتوا، والشاشه وميكروفون وبتاع، والعربيات كانوا واقفه عليها بتاع الاحمر ده، وانت بتمشي على سجاده حمراء، كان اكتر زي معرض اكتر من انه ايفنت. فعشان كده احنا بنعمل الفيديو ده. عايز اعرف بعد الايفنت كمان بتاع الاي او سي ده، في كذا جامعه كلمتني، في زي الجي او سي، في جامعه بدر، يعني في كذا جامعه. فانا عايز اخد رايكم في الفيديو ده في الكومنتات عن الايفنتات اللي جايه، تمام. ايه النظام؟ عايزين ايه؟ مش عايزين ايه؟ حبيتوا ايه؟ ما حبيتوش ايه؟ عايزين تغيروا ايه؟ عايزين تثبتوا ايه؟ اهم حاجه في الايفنت ان الناس تروح وتمشي في سلام وفي راحه، يعني يكون الموضوع سهل، في يعني في سلام وفي سهوله وفي امان، يعني تروح وتمشي براحتك بسهوله ومن غير ما يحصل اي عوق او نوش، تمام. احنا عاملين الموضوع ده عشان نبسط، من غير تذاكر ما بنبيعش يعني، ما بنعملش فلوس، ومن غير هدف يعني، ما فيش مثلا هدف اي حاجه غير ان احنا نبسط. اي بقى سبونسر، اي سبونسر مثلا زي مثلا هايب مثلا، بص هايب عملت التيشيرت دي يعني، كتر خيرهم ووزعنا على الناس تيشيرتات. ولسه على فكره الهدايا الجيف اويز اللي انا جايبها من موناكو اللي احنا جبناها مع روبن لسه ما وزعتهاش في الايفنت بتاع الاي او سي، هوزعها في الايفنت اللي جاي. ماشي، قولوا لي عايزين يعني في مثلا حد بيقول علشان خاطر الايفنت بتاع الاي او سي ده اتصرف عليه جامد، مش هنعرف نعمل ايفنت زي بتاع الاي او سي ده من غير حاجتين، من غير ايه هما الحاجتين؟ يا اما سبونسر، يا اما نعمل تذاكر، وتذاكر مثلا مش هتكون غاليه يعني. مثلا في حد قالك نعمل تذكره ب 50 جنيه، لو جالنا مثلا 1000 واحد ادي كده معانا 50000 جنيه نعمل بيهم تذاكر، نعمل بيهم حاجات. لو جالنا 5000 واحد ادي كده معانا 250000 جنيه نعمل بيهم حاجات، كراسي، سماعات، لو مفيش حمام نعمل حمام اللي هو الحمام المتحرك ده، نمشي حالنا. بس اوعدكم ان مش هيبقى فيه بروفيت من الموضوع، تمام، منكم، من تذاكركم. لو في سبونسر جه وعايز يحط فلوس مش هيبقى فيه تذاكر يعني. من الاول وفي الاخر الموضوع مش معمول علشان خاطر اكسب فلوس، خلاص واضحه دي، معمول الموضوع معمول علشان خاطر نبسط مع بعض في العربيات، لان احنا الكوميونتي بتاع العربيات بتاع مصر كده مختلف شويه كده. كده كنا بنتجمع زمان في المرغني قبل ما يبقى فيه الكباري وبتاع، كده كده كنا بنتجمع في اف بي اي زمان في شيراتون، كده كده بتتجمعوا دلوقتي في العين السخنه في التشيل اوت. دايما عايزين تتجمعوا وتقفوا وتتفرجوا على العربيات وتمشوا، وهي دي حياه العربيات في مصر. بس فاحنا بنعمل ايفنتات، فايه رايكم؟ عايزين نعمل ايه؟ في نجيب مثلا معانا موتوسيكلات ولا بلاش الموتوسيكلات؟ نجيب معانا العربيات المتعدله ولا بلاش العربيات المتعدله؟ خلينا في الاكزوتيك. نجيب الاكزوتيك بس ولا نجيب مثلا
يعني مثلا الجامعه مثلا كانت شايفه مثلا ان الام 3 مش اكزوتيك قوي، كانت شايفه ان البورش بوكستر مش اكزوتيك قوي، يعني الاكزوتيك ده اكزوتيك. قولوا لنا رايكم يعني فاهم في الكومنتس بقى، علشان خاطر نظبط الايفنت الجاي كل حاجه خلاص، ان هو يبقى بشكله يبقى حلو ويبقى امن ويبقى لذيذ، واللي هو ايه رايحين الايفنت، ايه الايفنت خلص الحمد لله نروح الله اتبسطنا كده يعني في المهلبيه كل حاجه تمشي تبقى زي الفل. بالنسبه بقى ايه اليوتيوب، عايز برضو رايكم في موضوع اليوتيوب، ايه رايكم في اليوتيوب ده؟ في كذا حد قال التصوير مش قد كده، ماشي التصوير بايفون خلاص، ما عندناش معدات لان يعني وانا سواق وتوين تربو يوتيوبرز، بس ما عندناش فيديو مان يعني ما عندناش شركه انتاج. عايزين تعدلوا ايه في التصوير، عايزين تعدلوا ايه في اللوكيشن، عايزين تعدلوا ايه في الكونتنت، عايزين تشوفوا ايه، ساعدونا برضو بافكاركم. بس خلوا يعني ايه الدنيا قريبه، ما تقوليش اطلع اعمل فيديو على القمر، لا خليك بالراحه عشان نعرف نعمل لك حاجه في مصر وتكون حلوه وبس كده. قولوا لنا الكومنتات وهنقراها كلها ونحاول ان احنا نعمل احسن حاجه عشان ترضيكم. سلام.